يعيش مرضى الفشل الكلوي معاناة قاسية ومستمرة بسبب طبيعة المرض البيولوجية والنفسية، إضافة إلى المضاعفات الخطيرة الناتجة عن هذا المرض. لنتابع مشاهدين حالة وائل سعيدي الذي يمر بأوقات عصيبة في الوقت الراهن بسبب وجود المتبرع وغياب الإمكانيات المادية لإجراء العملية الجراحية خارج الوطن. الفشل الكلوي المزمن من الأمراض التي تلازم المريض لفترة طويلة من حياته، مما يؤثر على حالته الانفعالية والمعرفية وعلى توافقه النفسي والاجتماعي، وبالتالي ينعكس ذلك على صحته العامة، فلا يستطيع القيام بوظائفه المعتادة كما ينبغي. دي 10 سنين وأنا ندير دياليز. من ال10 سنين هادو ما زال ما ريحت. دار دياليز ما نقدر نخدم زعما نرفد كيما نقولوا، ولا ما نقدرش نرفد اي خدمه تاع دوله ولا تاع ما يقبلونيش، وين نروح ما يقبلونيش. دوك هو شغل جاته صدمه، والصدمه هذيك اثرت له بزاف في حياته، دخلته في اكتئاب، واللي يحس روحو شغل ماشي كيما الغاشي الاخرين، اللي يحس روحو شغل انسان ناقص شويه، ما على باليش انايا. كل يوم نروح ندير دياليز، نعاود نولي العشيه عيان ميت، الفشلان منا. وكيما نقولوا انا شتو باللي راه يعاني عنده مسكين، يروح نهار بنهار للدياليز، يضرب حتى من صباح للعشيه وفي دياليز، ما يزيد يجي عيان، يدخل للدار ما ولاش كاع يخرج من الدار، او عيان كذا مريض. بصح انا عييت من الاخر، عييت مزيان. دوك لقيت واحد صاحبي قال لي انا حاب نتبرع لك، هو قال لي هاك، قال لي انا نتبرع لك، نمد لك الكليه تاعي باش تريح يا وائل. هذا واش هو حايب؟ هو حبيت انا نعاونو، نعطي له كليه، هدي الافساح نديرها لوجه الله. والحاجه الدوزيام هذا صاحبي شغل خويا، تربينا كيف وعشنا كيف وشتو يعاني. والصحبه هذه هي، اذا ما قدرتش ترفد صاحبك كيكون في حاجه في الضيق وكدايا، ماكش صاحب من الاخر. لك بعد ما كرمنا ربي بمتبرع لوليدي وائل باش يمدلو كليه، توجهنا للمستشفيات الجزائريه اللي رفضت بموجب القانون ما يسمحش انه اجنبي يتبرع لصاحبه بكليه. رحله من المعاناه وركام من الضغوط النفسيه والجسديه والماليه يتعرض لها مريض الكلى وذويه خلال رحلة العلاج. أنا بعت الدوسي ديالي لتركيا، قلت ما القانون يسمح أنه براني يمدلك كلية ديالي، يتبرع لك بكلية. وجاني المبلغ غالي بزاف، كبير بزاف، 17 ألف أورو ما نقدرش أنا عليها، ما نقدرش. المبلغ هذا جانا كبير، وحنا ناشدو ناس الخير، كانت الجزائر مازال فيها الخير، والدولة تاعنا ولا الجمعيات الخيرية اللي يحبوا يتبرعوا يعاونوا خونا، يعاود يولي لحياته الطبيعية ويعيش حياته كيما حنايا، ويتزوج ويدير دراري ويخدم ويكمل حياته عادي. نتمنى نعيش حياتي كيما كنت، الواحد وما ما يتزوج ولا كش ما يدير كاش حاجة خدمة ولا كش حاجة في حياته. هذه هي، هذا وش أنا حاب في حياتي. فمن لهؤلاء المرضى من يزيح على صدورهم أوجاعاً تعايشوا معها لسنوات، لنرسم من خلال مواقفنا الأخلاقية صوراً من معاني التراحم والتكافل الاجتماعي الأصيل. وهذه ماشي حاجة صعيبة نورمال مع الجزائريين، خاش الجزائريين يقدروا لها، ماشي حاجة صعيبة، إنصوم تعاونوا عليها، نتعاونوا احنا كاع، ترفدوا من بكري، ترفدوا الجزائريين، نتعاونوا نلموا له لاصوم، نديروا العملية إن شاء الله تنجح بإذن الله، ويولي خونا كيما حنايا عادي، نعيشوا عادي خاوة، وهادي إن شاء الله كلش بيد ربي سبحانه، ربي اللي قدرنا إن شاء الله ونديروها ويوفقنا فيها. نتوجه بنداء للسيد رئيس الجمهورية
للمستثمرين الجزائريين لأرباب العمل للمحسنين أنهم يتكفلوا بهذه العملية، وهذا الشيء موش كبير على الجزائر وعلى الشعب الجزائري. وربي إن شاء الله إن شاء الله النداء هذا يوصل إلى وزارة الصحة ورئيس الجمهورية والمحسنين. شكرا. اللي يحب يعاونني ولا يتصل على الرقم ديالي 0561-99-13-01، هذا هو الرقم تاعي. ومن أجل استدامة هذا العمل الإنساني والذي تحيا به النفوس بإذن ربها، هذه دعوة لجميع المقتدرين للمسارعة إلى الدعم المادي لإنقاذ تلك الأرواح، استشعاراً بقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج دلال خير، ونذكر دائماً أن الهدف من البرنامج هو تقديم يد المساعدة لمن هم بأمس الحاجة للمساعدة. إلى اللقاء.